بسم الله والحمد لله. ربنا أعنا على الجهر بإسلامنا وأعنا على ملاقاة عدونا حتى نفعل به الأفاعيل كما هو جاري به العمل في فلسطين المسلوبة من طرف السالبين المعتدين أهل الشياطين. يقول وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم صدير الرول بعضهم صدير إلى أنفرس لصنف ديمو كل برونس ويك يسون با دي جون بروبر أتر كونفيريكم دي جون دروا دي جون دو غروند فالور سي با بري أن سيونيس سي لو كونترير دان مؤمن سي لو كونترير Il est automatiquement l'adversaire. C'est-à-dire le sioniste, il ne peut rencontrer ou penser aux musulmans qu'en étant l'inverse de ces salauds-là, des gens maniaques, des gens violents, des gens orgueilleux, etc. etc. Wassalam.